السلام عليكم. تتواصل في جنيف المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائدا واحدا بشأن الملف النووي الإيراني، ومن المتوقع أن يصدر في نهاية اليوم الثاني والأخير من المحادثات بيان مشترك حول سير المباحثات والمحطات المقبلة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد الشهر المقبل في جنيف بحسب ما أوردت وكالات الأنباء قبل قليل. وفي اليوم الثاني من المباحثات أوضح رئيس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أوضح أن التوقيع على البروتوكول الإضافي سيكون ضمن المرحلة الأخيرة من مقترحات بلاده. يأتي ذلك فيما عقد لقاء ثنائي بين الوفدين البريطاني والإيراني غداة اجتماع إيراني وأمريكي على هامش المحادثات. وفي موازاة مباحثات جنيف قال حسن فيروز أبادي رئيس الأركان الإيراني إن على الولايات المتحدة أن تستفيد من الفرصة التاريخية لتحسين العلاقات مع بلاده. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جنيف الصحفي موسى عاصي. إذا موسى، لو تضعنا في أجواء اليوم الثاني من المباحثات لو سمحت. إذن بثت الجولة المقبلة لمفاوضات جنيف مؤكدة بعدما أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبل قليل على حسابه على الفيسبوك. يأتي هذا الإعلان في وقت تستمر فيه الجلسة الثالثة والنهائية لمفاوضات جنيف، والتي انعقدت بعيدة الواحدة بعد تأخير دام 5 ساعات تقريبا هذه الجلسة. وبحسب الأوساط الإيرانية هدفها سماع موقف مجموعة الست من المقترح الإيراني، بعدما عرض الوفد الإيراني في جلسة بعد ظهر أمس الخطوط العريضة لهذا المقترح، وبعدما ناقش المفادون فيما بينهم هذه الخطة طيلة قبل ظهر اليوم. اللقاء الأخير مفترض أن ينتهي بعد ساعة تقريبا من الآن بمؤتمر صحفي أو بيان مشترك بين وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف والمسؤولة الأوروبية كاترين أشتون، يعرض نتائج الجولة ويحدد موعدا رسميا للجولة المقبلة التي باتت كما هو معروف شبه محسومة أو محسومة في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. نعم موسى، ماذا أيضا عن اللقاءات التي جرت على هامش هذه المفاوضات؟ بالنسبة للقاءات في هذا المستوى وعلى هامش مفاوضات جنيف، أكملت إيران دورة لقاءاتها مع الدول الغربية ذات العلاقة المتوترة معها اليوم، وبعد اللقاء مع الوفد البريطاني والإعلان عن علاقات دبلوماسية قريبة خلال أسبوعين على مستوى قائم بالأعمال، التقى الوفد الإيراني الوفد الفرنسي المشارك بمفاوضات جنيف برئاسة مساعد وزير الخارجية الفرنسية جاك أودير. ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوفد الإيراني مع نظيره الألماني في وقت لاحق اليوم. أما فيما يختص باللقاء الذي حصل بالأمس بين الوفد الإيراني والأمريكي، فقد أوضح عراقشي أن الحوار مع الأمريكيين انتصر على الملف النووي الإيراني فقط، على الرغم من أن المعلومات تحدثت هنا عن نقاشات جرت بين الطرفين تعدت الملف النووي إلى ملفات أخرى تتعلق بالعلاقة ككل بين البلدين. نعم. وتحديدا بمسألة الحظر الاقتصادي. موسى عاصي صحفي كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. وإلى طهران أيضا حيث ينضم إلينا موفد الميادين إلى هناك علي هاشم. يعني علي، إيران كيف تتابع فعليا ما يجري في جنيف؟ هناك اهتمام كبير بطبيعة الحال بالمفاوضات الجارية في جنيف، لأنها في نهاية المطاف يعني مرتبطة بأمور حساسة ومهمة جدا بالنسبة لإيران كبلد وبالنسبة لإيران كشعب. بطبيعة الحال المسؤولين الإيرانيين، يعني اليوم هو يوم عطلة في إيران لأنه أول أيام عيد الأضحى، لكن طبعا سمعنا منذ بعض الوقت كلام للجنرال فيروز أبادي، سوف نأتي على ذكره بعد قليل طبعا. لكن بشكل عام يعني الاهتمام الإعلامي الاهتمام السياسي كبير جدا بهذه المفاوضات، والجميع الآن يعني ينتظر ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بين إيران والمجموعة 5+1. طيب علي، عندما يوجه الرئيس الأركان أبادي فيروز أبادي دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال هذه المرحلة والاستفادة منها، هذا ماذا يعني؟ ماذا تعني هذه الدعوة؟ وهو يتكلم بالتالي باسم من؟
بطبيعة الحال عندما يتحدث الجنرال سيد حسن فيروز أبادي فهو رئيس الأركان وهو أحد أكبر القادة العسكريين في البلاد، وبطبيعة الحال كلامه هو كلام مسموع، وبطبيعة الحال هو يقول بأن إيران بشكل عام بطبيعة نعلم بأن في إيران هناك يعني الحكومة وهناك القوات المسلحة وهناك المرشد، يعني اليوم هذا غطاء لما يحدث في جنيف للفريق المفاوض. هو يقول بأن هذه اليد ممدودة بتوافق إيراني، هناك دعم لهذا الفريق الذي يفاوض اليوم في جنيف، لكن لابد من الحذر بأن هذه القوة المفتوحة وهذه النافذة المفتوحة أيها الأمريكيين هي نافذة محدودة الوقت، وهذا هو الكلام الذي قاله. ومن ثم طبعا فيما أضافه من كلام بأنه توجه إلى أوباما شخصيا بالقول بأنه لابد أن يتحرك في هذا الإطار وأن يستفيد من هذه النافذة. أيضا تحدث عن اللحظة الذهبية لإيران في المنطقة وإمكانية أن تكون إيران قادرة على حل العديد من المشاكل العالقة وعلى تجنيب المنطقة أيضا المزيد من الأزمات. طيب علي، باختصار ماذا بعد جنيف وماذا بعد مفاوضات جنيف؟ بعد جنيف الآن طبعا بدأنا يعني نعلم بأن هناك جولة مفاوضات ثانية ستكون في بداية نوفمبر تشرين الثاني المقبل. هذه الجولة ستكون بحسب ما علمنا يعني على الأرجح على صعيد وزراء الخارجية، سوف تبدأ بعد طبعا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الواردة في المقترح الإيراني، سوف تبدأ عملية يعني رسم خارطة الطريق إلى أين من أين ستبدأ هذه الخارطة ولا إلى أين ستمتد، كيف ستكون الـ يعني الحركة الإيرانية في هذا الإطار، كيف ستكون الحركة الغربية في هذا الإطار، من سيبدأ بالخطوة الأولى، هل سيكون البدء برفع العقوبات على إيران أم ستكون البداية بتقديم إيران يعني أمور تطمئن الغرب لمشروعها النووي. يعني هذه هي الأسئلة المطروحة الآن، وهو يعني جميعنا بانتظار معرفة من سيبدأ الخطوة الأولى. علي هاشم موفد الميادين إلى طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مدير مكتب الميادين في واشنطن الدكتور منذر سليمان. يعني دكتور، كيف تتابع الإدارة الأمريكية أيضا ما يجري في جنيف؟ هناك أجواء من الارتياح لجدية المفاوضات، خاصة أن كان هناك إشارة إلى أن العرض الإيراني تم بواسطة الباوربوينت وباللغة الإنجليزية، وكان هذا له وقع إيجابي. الخارجية تتكتم على بحث التفاصيل، رغم أن الطرف الإيراني تحدث عن ثلاث خطوات أو ثلاث أقسام للعرض الإيراني الذي تكتم عليه. واضح تماما أن التركيز الآن هو على خطوات بناء الثقة بين الطرفين. واللقاء الثنائي الذي تم بين نائبي وزيري الخارجية بالطبع تركز على الأمور النووية بصورة أساسية، ولكن تم الإشارة إلى الملفات الأخرى وطبيعة الوفد الأمريكي ويتضمنه لبعض عناصر لها خبرة تقنية أو خبرة في موضوع العقوبات بالتأكيد أيضا كان له أثره. يبقى أنه على صعيد الكونغرس الرسالة التي أرسلها أعضاء الكونغرس أعضاء مجلس الشيوخ هي طلبت بأنه ألا يتم وضع عقوبات جديدة، هي لم تتحدث عن تخفيف العقوبات القائمة. الإدارة تقول بأنها ستتحاور دائما مع الكونغرس، ولكن بالتأكيد هي وسيلة ضغط إضافية بيد الإدارة عندما يكون هناك أنه لن يتم فرض عقوبات جديدة، ولكن واضح تماما أن هناك خطوات متوازنة ومتقابلة ستتم، وأن الخطوة الأولى في الشهر الأول والثلاثة أشهر الأولى هناك اعتقاد بأنه سيتم اتخاذ خطوات من الطرفين، رغم أنه بعض الشروط التعجيزية التي طرحت في السابق تتعلق مثلا بمسألة الرقابة وغيرها، هذه مسألة ستكون لاحقا من قبل وكالة الطاقة الذرية. وواضح تماما أن أجواء واشنطن كما عبر عنها أيضا وزير الخارجية الأمريكي نفسه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال أن هناك نافذة للحل الدبلوماسي، علينا أن نتابع هذه النافذة ونحاول فتحها قدر الإمكان. طيب
رئيس الأركان الإيراني حسن فيروز أبادي وجه دعوة للولايات المتحدة الأمريكية بأن تستفيد من الفرصة التاريخية لتحسين العلاقة مع بلاده. كيف تفسر بالعدسة الأمريكية هذه الدعوة للولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يمكن يعني فعليا للولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيد من هذه المرحلة؟ الموقف الأمريكي المعتاد في الفترة الأخيرة هو إعطاء فرصة للحل الدبلوماسي، ولكن القول دائما بأنه على إيران أن تقرن الأفعال بالأقوال، بمعنى أنه نسمع عن مرونة جديدة من قبل الإدارة الجديدة في إيران ومن قبل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ولكن نطالب بأن يكون هناك خطوات عملية. واضح تماما أن هذه وسيلة من وسائل الضغط، لأن هناك أطراف معترضة في الداخل الأمريكي لتحسن العلاقات وانفراجها، كما هناك أطراف ربما في إيران أيضا حذرة من هذا التقارب ومن النتائج. لذلك ربما الموقف يعني حتى الآن لا يوجد موقف رسمي للتعليق على ذلك، ولكن بالنسبة لهذا الأمر واضح تماما أن إيران ترسل إشارة، نحن لسنا متهالكين على العلاقة مع الولايات المتحدة، لا بل ربما الولايات المتحدة هي في وضع أيضا حرج. صحيح أن لدينا وضع اقتصادي صعب وعقوبات، ولكن نحن استطعنا صمدنا، وبالتالي عليكم أن تفهموا أن يعني للولايات المتحدة ذلك. بالطبع داخل الولايات المتحدة الأجواء حتى الآن أجواء إيجابية وأجواء تدفع باتجاه استمرار هذا الحوار الأمريكي، وحتى اغتنام الفرصة على هامش كل هذه الحوارات أن يكون تكريس للحوار الثنائي بين الطرفين، ولاحقا بعد حلحلة الملف النووي ربما سيتم البحث في الملفات الإقليمية. صحيح. منذر سليمان مدير مكتب الميادين كنت معنا عبر سكايب من واشنطن مباشرة، شكرا جزيلا لك. وكان الوفدان الإيراني والأمريكي قد عقدا أمس لقاء ثنائيا مغلقا على هامش محادثات جنيف. ساعة من الزمن اختل فيها الوفدان الإيراني والأمريكي على هامش المفاوضات النووية في جنيف. النقاش الذي جرى داخل الغرفة المغلقة بين مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي ونظيرته الأمريكية ويندي تشيرمان وصف بالإيجابي والبناء، ولأن للجدران أذان سربت بعض تفاصيل اللقاء الثنائي. مصادر صحفية غربية أكدت أن المحادثات لم تكن نووية بامتياز. ملفات عدة تصدرتها سوريا تطرق إليها الوفدان وإن بشكل سريع. الإشارات الإيجابية التي عكسها اللقاء سارع المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى تأكيدها، لكنه حذر من التسرع في توقع نتائج سريعة للمحادثات الدولية مع طهران، فهي بحسب كارني معقدة وفنية. تعد اللقاءات والمحادثات المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أمرا نادرا، إذ يعود تاريخ آخر لقاء مباشر إلى عام 2009. إذن كل هذه المعطيات تؤكد أن الطرفين ماضيان في سياسة الانفتاح. بعناية ترسم الجمهورية خطواتها، وبحذر تتعامل أمريكا مع فرصة حل الملف النووي الإيراني الذي صدع رأسها. الصين حثت اليوم كافة الأطراف المعنية بالقضية النووية الإيرانية على الاستفادة من الجولة الجديدة من المحادثات. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية دعوتها للبحث عن حلول براغماتية وقابلة للتطبيق وبدء مرحلة جديدة من المفاوضات الجوهرية والسعي لإحراز تقدم مبكر. وفي إسرائيل أشارت صحيفة هارتس الإسرائيلية إلى أن اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسة عقد لمناقشة الموضوع النووي الإيراني. الاجتماع انتهى ببيان أكد عدم معارضة إسرائيل الحل الدبلوماسي شرط التفكيك التام للبرنامج الإيراني، كما دعا إلى منع تخفيف العقوبات. وفي سوريا أفادت مراسلتنا عن سيطرة الجيش السوري على بلدة البويضة جنوب دمشق، وذلك بعد أيام على أحكام سيطرته على بلدتي الحسينية والذيابية بريف دمشق. وفي حلب تدور اشتباكات بين الجيش ومسلحي المعارضة في منطقة معارة الأرطيق في أعقاب سيطرة داعش على عزاز ومهاجمتها عناصر الجيش الحر عند معبر باب السلامة وقتل 41 مسلحا، 29 منهم من داعش
وذلك في اشتباكات مع مسلحين كرد في الحسكة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسط مواجهات بين الجانبين في قسط الجندو بمنطقة عفرين. ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا طارق علي. إذا طارق، كيف هي الأجواء وكيف هي الصورة في حمص؟ نعم علا، نبدأ بالحديث مريف. حمص، نفذ الجيش السوري عمليات قصف في اتجاه بلدة سلام الغربي شرق حمص في ناحية جبل جراح. المصادر العسكرية تتحدث عن مقتل حوالي 20 مسلحا. أيضا في محيط العامرية دارت اشتباكات، واستهدف الجيش السوري تجمعا للمسلحين. قرية العامرية هي قرية وقعت تحت سيطرة المعارضة المسلحة قبل حوالي 10 أشهر. مصادر في المعارضة تتحدث عن قصف منذ ساعات الصباح على بلدات الغجر والرستن وتلبيسة وسهل الحولة وكفرلاها شمال حمص. أيضا كان الجيش السوري قد نفذ عملية عسكرية في منطقة التلال، أثرت عن تقدم للجيش ونشر حواجز متقدمة. المنطقة تقع شمال شرق حمص. أما في مدينة حمص فقد دارت اشتباكات متقطعة مترابطة أيضا مع قصف مدفعي في أحياء باب هود والقصور وأيضا في جورة الشياحة، بالتزامن مع سقوط عدد من قذائف الهاون على حيي الإنشاءات والملعب دون سقوط أي إصابات. وماذا طارق عن حلب، يعني خاصة بعد سيطرة داعش على عزاز؟ طارق، انقطع الاتصال مع طارق علي مراسل الميادين، كان معنا مباشرة عبر الهاتف من حمص. وفي خطوة تدل على تزايد نفوذ تنظيم داعش خارج الحدود السورية، أفاد تحليل أعده مركز ستراتفور الذي يضم محللين سابقين من الاستخبارات الأمريكية، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أرسل مئات المقاتلين باتجاه الأراضي التركية ردا على أغلاق السلطات التركية للمعابر الحدودية مع سوريا. من جهة ثانية، أعلن ممثلون عن أكثر من 100 فصيل عسكري ومدني سوري معارض عن تكتل جديد تحت اسم اتحاد أحرار سوريا. المجتمعون عقدوا لقاءهم في مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية، وسط ذلك سحبت نحو 70 مجموعة مسلحة من المعارضة السورية في الجنوب اعترافها بالائتلاف الوطني، واتهمته بالفشل، وذلك في شريط مصور بث على شبكة الانترنت. وفيما يواصل خبراء المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أعمالهم في سوريا، أكد الائتلاف الوطني المعارض والمعارضة السورية وهيئة الأركان في الجيش السوري الحر، أكدوا أنه لا وجود لمواقع تحتوي على أسلحة كيميائية في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. أهلا بكم. فيما ينفي الائتلاف السوري المعارض وجود أسلحة كيميائية في المناطق الواقعة تحت سيطرته، يتضاعف عدد الدلائل والدراسات الدولية التي تؤكد غير ذلك. المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يشرف خبراؤها على عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا، كشف عن تعذر وصول فريقه إلى عدد من المواقع المهجورة التي تحتوي على أسلحة كيميائية في مناطق يسيطر عليها مسلحو المعارضة. أحمد موجو الذي زار فريقه منذ وصوله 5 على الأقل من 20 موقع إنتاج لأسلحة الكيميائية، طلب تعاون المعارضة في تسهيل عمل الخبراء الدوليين. خبراء بات العالم أسير تحركاتهم عقب أحداث 21 من شهر آب أغسطس الماضي. في ذلك اليوم شهدت غوطة دمشق الشرقية هجوما بأسلحة سامة، رجح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون مجموعات معارضة وراءها. الدبلوماسي الروسي ربط بين حادثتي الغوطة وسابقتها في خان العسل بريف حلب، كاشفا عن معلومات تؤكد أن غاز السارين المحلي الصنع الذي استخدم في خان العسل يشبه جدا مثيله الذي استخدم في الغوطة بحسب تحليلات خبراء أمميين. في سياق متصل، انتشر فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. هذا الفيديو يظهر مسلحين معارضين وهم يستخدمون الصواريخ لإطلاق الغازات السامة. هذه الصواريخ كانت قد أحدثت بلة
بلبلة بعد كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها روسية الصنع ومنتهية الصلاحية، والأبعد من ذلك أن هذه الصواريخ بحسب بوتين وصلت من ليبيا إلى تركيا في الأراضي السورية. على الأراضي التركية أيضا مشاهدين، وتحديدا في أضنة، ألقى رجال المخابرات التركية القبض على 12 شخصا من عناصر جماعة جبهة النصرة السورية المتشددة، وبحوزتهم كيلوغرامان من غاز السارين السام في 30 من شهر أيار مايو. مايكل معلوف، هذا الرجل المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، كشف تقريرا أعدته القوات العسكرية الأمريكية أكد أن مسلحي المعارضة في سوريا وبتحديد العناصر التابعة لجبهة النصرة استقدموا غاز السارين من العراق وتركيا، حيث تم إعداد هذا الغاز في تركيا خلال شهر أيار مايو، أي في الفترة نفسها التي نفذت خلالها عملية أضنة. وإلى دير الزور، حيث تشهد منطقة البغيلية عند أحدى ممراتها المائية حركة تجارية نشطة بين المواطنين. كاميرا الميادين زارت المنطقة ورصدت حركة الناس الموزعة بين ضفتين، واحدة تقع تحت سلطة السلطات السورية وأخرى تحت سيطرة المسلحين. هو الفرات يقسم مدينة دير الزور السورية قبل أن تقسمها الأزمة الحالية. ضفة غربية تحت سيطرة الجيش السوري عند منطقة البغيلية، وضفة شرقية تحت سيطرة المعارضة المسلحة عند الجنينة. لكن الوجود العسكري غير علني افساحا بالمجال امام حركة المدنيين. مئات المواطنين يعبرون يوميا بين الضفتين مع كل الصعوبات والمخاطر. حالات غرق للناس قام تغرق، وحدة غرقت من فترة بس طلعنا كل العالم، وحدة غرقت اليوم بس طلعناهم. حاجيات منزلية، مؤن ومواد غذائية بالإضافة إلى الحيوانات تنقل أيضا وفق أجرة محددة بين ضفتي النهر. جابوها، ما جابوا الطوافة موجودة، شالوها بها شيلان، عم سحبوها بالمي، سحبها بالمي، عبت مي الحيوانات، هم طلعوها جلبها ما عرفت خرج فيها. إيه هسه هاي صار البيت من البارح بالليل. حاولت أن نطلعها ما جات تطلع، لأن البحرية طالعة هسه. الحركة التجارية لأعمال معينة نشطت في هذه المنطقة. مراكب التوصيل ونقل البضائع والعتالة وسيارات الأجرة كلها انتعشت. نعاني من مشكلة الأسعار يعني بصراحة، لأنه عدم توفر مادة المنزل هي اللي تعمل مشاكل بيننا وبين المواطنين. أشتغل على العرب وتلفات، أجي على شغل من الساعة 6 صباحا، أخلص شغل الساعة 4 العصر. ضفتا النهر وعرتان وتزيدان من مشاكل المواطنين، فلا طرق عبدت حتى الآن ولا ممرات استحدثت في المعبر غير الرسمي الذي نشأ بعد الأزمة السورية. سياسيا، عقد اجتماع مطول بين المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ورئيس هيئة التنسيق السورية المعارضة في المهجر هيثم مناع بشأن التحضير لمؤتمر جنيف. وكان مناع قد زار طهران وأجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين تحضيرا لجنيف 2. عيد الأضحى المبارك يمر للعام الثالث على السوريين منذ بدء الأزمة بمظاهر متواضعة غابت عنها طقوس الاحتفال التقليدي لهم في هذا العيد، ولا سيما أن السوريين حرموا من أداء فريضة الحج بعد قرار السعودية بالحصول على الموافقة للحج من الائتلاف السوري المعارض. الأضحى النازح لأسرة أبي أحمد بعد أن استعصت حلب على الاستقرار أو حتى على العيد. الحرب نزحت بالعائلة وبالأضحى من حي الشعار إلى حديقة في دمشق. الملاهي لتذكر الناجين من الحرب بأن الأضحى لا يزال عيدا سوريا. العيد كحال السوريين متقشفا في مظاهره عند العائلة، يحتفل به بما أمكن، أرجوحة وحلوى وملاه. والله بارك بالفندق بالمرجي، عم اشتغل وعم اعيش هالولاد. نازحنا من حلب، الصحيه صعبه، جاي يشموا هواء نفرحهم هالعيد ويلعبهم المراجيح نفرحهم شوي عشان ينسوا هالشيء. كان العيد له بهجه من زمان اكثر، بس هلا بنقول يعني هلا بالوضع الراهن يعني اوضاع عم تتحسن شوي، يعني الوضع عم يتحسن شوي، لولا هيك ما بتشوف الحركة وما بتشوف هاي الناس يعني هون نازلة على الشام. العيد أحلى شيء، وبدنا
نضل نلعب وننبسط. ربما بات العيد ذريعة لتجاوز ما يجري في سوريا لبعض الوقت ولمقاومة الحرب والنزوح واستحضار صور العيد في سوريا ما قبل الأزمة. الأضحى في دمشق تحت الحراسة، الاختراقات الأمنية عشية العيد في تفجير سيارتين في الأمويين استنفرت الأجهزة الأمنية وحواجزها لتشدد التفتيش والتدقيق لكل العابرين من شوارع المدينة. وللأضحى أيضا هاونات في بعض أحياء دمشق لم تعطل العيد ولا طقوسه. وهي الشوارع قدامك شايفة، وفي عالم تعودت على هالوضع ونحن تعودنا على الموضوع، فالله يفرج على هالبلد والله يحمي هالبلد. بالنسبة لي أنا ما بخاف من هيك شغلات يعني، بس الشعب يعني في عالم بتخاف في عالم ما بتخاف. دمشق في شطرها الهادئ تعيش الأضحى ما استطاعت إليه سبيلا، المطاعم مقصد المعيدين في المدينة، لا مظاهر استثنائية للعيد، الأحياء الدمشقية لا شرفات ترحب بالعيد ولا زينات تستقبل حجاج بيت الله الحرام على مداخل الأبنية بعد اشتراط المملكة العربية السعودية أخذ موافقة الحج للسوريين من الائتلاف السوري المعارض. ديما نصيف، دمشق، الميادين. وفيما يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، يستكمل حجاج بيت الله الحرام في السعودية أداء مناسك الحج، ويقوم مئات الآلاف من الحجاج في أول أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، هذا ويستكمل الحجاج مناسكهم وسط إجراءات أمنية وصحية نظمت حركتهم داخل المشاعر المقدسة وخارجها. وننتقل مباشرة مشاهدينا إلى مراسلتنا ديما نصيف التي توافينا مباشرة من منطقة البويضة التي سيطر عليها الجيش السوري اليوم. ديما؟ نعم. إذن ديما، كيف هي الأجواء لديك؟ تفضل. نعم، في الحقيقة تمكن الجيش السوري اليوم من استكمال السيطرة على منطقة البويضة جنوب العاصمة دمشق، وهي المنطقة التي يستكمل من خلالها الجيش المثلث الذي بدأه في الذيابية والحسينية. طبعا هذه العملية استغرقت حوالي الأربعة أيام، قام الجيش قبل أن يبدأ بهذه العملية بإنذار المسلحين الذين كانوا يتواجدون هنا وطلب منهم إخلاء المنطقة، لكنهم رفضوا ذلك، وبالتالي اضطر الجيش أو دخل الجيش في هذه العملية العسكرية وقام بها. وأيضا يعني الآن لا تزال الاشتباكات كما نشاهد بالصورة، آثار الاشتباكات وأيضا أعمدة الدخان في عمق الصورة، وهي نتيجة استمرار الاشتباكات بين المسلحين والجيش السوري عند أطراف ومداخل منطقة البويضة. طبعا منطقة البويضة هي يعني يستكمل فيها الجيش أيضا المربع الذي يتألف من الحسينية والديابية وكذلك البويضة، وأيضا انتهاء بمنطقة حجيرة التي ربما تكون العملية العسكرية المقبلة في هذه المنطقة. طبعا الجيش أبدى أيضا قدرة كبيرة على المناورة وعلى القتال في هذه المناطق، خاصة بأنه تمكن من القيام بعملية عسكرية سريعة وخاطفة في منطقة البويضة لم تستغرق وقتا طويلا رغم تواجد كبير للمسلحين في هذه المناطق. وأيضا من مكان آخر يبدو أن عمليات الجيش الأخيرة وخاصة في مناطق الديابية والحسينية يعني تؤدي إلى انهيار في معنويات المسلحين، وبالتالي يقومون سريعا بإخلاء المواقع التابعة لهم كما تقول لنا المصادر العسكرية، رغم أنه في بعض الجيوب يقومون بإبداء مقاومة كبيرة لهجمات الجيش. في مكان آخر هناك انسحابات كبيرة بحسب بيانات المعارضة المسلحة أو المسلحين، انسحابات كبيرة إلى مناطق القلمون وكذلك إلى مناطق بعيدة عن الغوطة الشرقية. نعم، إذن هذه هي مشاهدينا. طبعا كما نسمع الآن أصوات الاشتباكات التي تستمر في هذه المنطقة في منطقة البويضة، خاصة أن الاشتباكات لا تزال تدور على مداخل المنطقة. طبعا من الفتحات التي متواجدة بين الأبنية لا تزال هناك أيضا عمليات القنص، وبالتالي لا نستطيع أن نقترب بالكاميرا من أجل رصد الاشتباكات التي تدور أيضا في المناطق المحيطة من هذه المنطقة التي نحن تواجد فيها، وهي عمليا وسط منطقة البويضة جنوب العاصمة دمشق. ديما نصيف مراسلة الميادين، كنت معنا مباشرة من البويضة، شكرا جزيلا لك.
إلى المغرب الواقع تحت ضغوط في مجال حقوق الإنسان يحاول استعادة المبادرة في ملف الصحراء الغربية، فيما يقوم موفد الأمم المتحدة بجولة جديدة من أجل إخراج النزاع من المأزق. تقرير لمحسن ساسي. تأتي زيارة المبعوث الأممي كريستوفر روس بعد مرور 6 أشهر على مهلة سنة أعطتها الولايات المتحدة للرباط من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء. الولايات المتحدة سبق أن طرحت مشروع قرار دولي من أجل توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المينورسو لتشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. المغرب أكد رفضه القاطع توسيع صلاحيات المينورسو مشيرا إلى إمكانية حدوث آثار كارثية على استقرار المنطقة. العام الماضي جدد مجلس الأمن ولاية هذه البعثة لمدة 1 سنة مطالبا المغرب في الوقت نفسه بتحسين وضعية حقوق الإنسان في المنطقة. الملك محمد السادس اعترف في خطابه الافتتاحي للبرلمان المغربي بالوضع الصعب الذي يجتازه ملف الصحراء. إن الوضع صعب والأمور لم تحسن بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يدع قضيتنا أمام تطورات حاسمة. روس يسعى في هذه الجولة إلى إخراج مفاوضات الصحراء من المأزق عبر اعتماد مقاربة دبلوماسية جديدة تتمحور حول التوافق وتوسيع دائرة المشاورات من خلال الانفتاح على المجتمع المدني. مجلس الأمن الدولي من المقرر أن يجري نهاية الشهر الجاري مشاورات حول الصحراء. الرباط تقترح حكما ذاتيا واسعا للصحراء لحل النزاع، وهو ما ترفضه جبهة البوليزاريو التي تدعمها الجزائر، حيث تطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير. في هذه الأثناء ما زال هذا الملف يعكر صفو العلاقات بين الرباط والجزائر. ومن الرباط ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي محمد جرين. أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا في نشرة الظهيرة. طيب بداية، كريستوفر روس طالب بتوسيع المفاوضات اليوم لتشمل المجتمع المدني، هل المغرب سيقبل؟ أولا في المغرب المجتمع المدني جد نشيط سواء في جميع المناطق وبالخصوص في المناطق الصحراوية، وبالتالي فإن المغرب لن يرى أي مانعا في أن تشمل المناقشات المجتمع المدني، خاصة أن المجتمع المدني كما قلت سابقا جد نشيط في المغرب، وهناك حركات في المنطقة تدعم الوحدة المغربية، كما أن هناك حركات تدعم الانفصال وتتمتع بحرية التحرك، وهذا في رأيي من المنطلقات الأساسية التي قد تشكل أساسا لنقاش حقيقي يوصلنا إلى حل نهائي لهذا المشكل الذي طول كثيرا، والذي كما سبق أن قيل في التقرير يعكر ليس فقط العلاقات بين المغرب والجزائر بل العلاقات في المنطقة، علما أن هناك تهديدات أقوى كما يقع في مالي وفي المنطقة على العموم. طيب سيد محمد، اليوم الأمم المتحدة تحديدا الشهر الماضي صنفت هذه الصحراء ضمن الأقاليم الغير مستقلة أو بالتالي هي محتلة، برأيك هذا لا يضعف موقف المغرب؟ أولا الأمم المتحدة لا تصنف هذه المناطق في كمناطق محتلة بل كمناطق تحت الإدارة المغربية وتنتظر حلا سياسيا، وفي هذا الإطار فإن المغرب تقدم بعرض يتمثل في حكم ذاتي موسع لهذه المناطق. هذا المقترح الذي اعتبره مجلس الأمن عند دراسته أنه جدي وواقعي وقابل للتحقيق، أما الطروحات الأخرى فإنها قد تكون رنانة لكنها غير واقعية، وبالتالي من يطرح قضايا كقضية تقرير المصير فإنه يريد أن يطول المشكل أكثر، ونحن نتساءل هل سننتظر عشرات سنين أخرى التي يكون الضحية فيها أولا وقبل كل شيء هم سكان المنطقة وخاصة السكان النازحين في مخيمات تيند
الكندوف والذين يعيشون منذ 40 سنة في ظروف لا إنسانية. حان الوقت أن نجد أن نناقش حلا واقعيا لا غالب فيه ولا مغلوب، بل المنتصر فيه ستكون الصداقة بين الشعوب. المغرب العربي هذا هو المستقبل، وهذه هي التحديات التي توضع على الجميع سواء كدول أو كمجتمع مدني أو كأكاديميين. وبالتالي فمن هذا المنبر أدعو إلى نقاش واسع بين الأكاديميين وبين المهتمين وبين فعاليات المجتمع المدني حول هذا الموضوع حتى نخرجه من هذا النفق الذي دخل فيه منذ 40 سنة. طيب سيد محمد، لماذا يعني سيطيل أمد الأزمة المطالبة في حق تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو؟ اولا المشكل الذي مشكل عمر طويلا ومعقد جدا، ولا يمكن ان نخرج منه الا في اطار حل سياسي متوافق عليه. وبالتالي فان كان هناك استفتاء في اخر المطاف فقد يكون ليعزز حلا سياسيا توافقت عليه جميع الاطراف. هذا هو طريق الحكمه، هذا هو الطريق الذي قد يمكننا من أن نتجاوز هذا المشكل. لكن إذا بقيت كل جهة متشبتة بموقفها دون أن تتحرك منه فهذا قد يؤدي إلى الباب المسدود. وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن المغرب قد تقدم كثيرا فيما يتعلق بموقفه. فبعدما كان المغرب لا يريد سماع أي نغمة إلا نغمة الوحدة والسيادة المغربية إلى ذلك، الآن المغرب يطرح على طاولة النقاش عرضا يتمثل في حل في إعطاء المنطقة حكما ذاتيا موسعا يضمن مصالح جميع الأطراف، ولا يكون هناك إلا شرطا واحدا يضعه المغرب وهو السيادة المغربية على هذه المناطق. السيد محمد جرين الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من الرباط عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا. أوقف فريق من المحققين الأمريكيين استجواب أبو أنس الليبي الذي يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة بعدما أضرب عن الطعام والشراب. الليبي مثل أمام محكمة أمريكية في نيويورك بعد نحو 10 أيام من اعتقاله من قبل وحدة من القوات الأمريكية الخاصة. الليبي أنكر التهم الموجهة إليه ومنها الضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 98 الذي خلف أكثر من 200 قتيل. في خطوة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة حول مسألة رفع سقف الدين، ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تدرس احتمال خفض التصنيف الممتاز الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب هذه الأزمة التي تشل واشنطن. تقرير زياد عيتاني. تحولت أروقة الكونغرس الأمريكي مسرحا للعبة شد الحبال التي يمارسها أعضاؤه الجمهوريون مع الرئيس باراك أوباما. الجمهوريون سحبوا مشروع قانون رفع سقف الدين الذي طرحوه من التصويت بعدما رفضه الديمقراطيون وتحفظ حزب الشاي عليه، فأتى ذلك كإعلان لفشل الكونغرس في التوصل إلى حل. عملية سحب ذاك المشروع الذي اعتبره البيت الأبيض بمثابة طلب فدية يعيد الأمور إلى نقطة الصفر لتبقى الكرة في ملعب مجلس الشيوخ. فشل الكونغرس في الاتفاق على رفع سقف ديون البلاد دفع وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش للإعلان أن الولايات المتحدة أصبحت على قائمة الإنذار مع احتمال خفض تصنيفها الدولي بسبب ممارستها للعبة حافة الهاوية السياسية، ونقص المرونة ذلك يمكن أن يزيد من خطر عجزها عن سداد ديونها، الأمر الذي دفع إلى رفع وتيرة الجهود التي يبذلها ساسة البلاد. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يغلق أبواب مكتبه اليوم عليه وعلى وزير الخزانة جاك ليو للاطلاع بدقة على ما آلت إليه الأمور، والمشرعون المقربون من مجلس الشيوخ يشيرون إلى أن العقدة تكمن في بعض التفاصيل.
بهذا تقف الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أمام منعطف تاريخي قد ترسم أبعاده تأثيرات جذرية في مستقبلها. الشارع الأمريكي ومن خلفه الأسواق العالمية تقف أمام ما ستنتج عنه تسوية مجلس الشيوخ الأمريكي المرتقبة لميزانية الدولة يوم الخميس، وهو الموعد الأخير للإعلان عن نتائج تلك التسوية، وإما ستصبح أمريكا دولة عاجزة عن الإيفاء بديونها وتفقد أيضا القدرة على الاقتراض. وإلى الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله داهر. إليك عبد الله، تفضل. مساء الخير علاء. مساء النور. السلام عليكم. بعد طول انتظار أغلق ملف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار. الحكومة أعلنت أنها لم تعد بحاجة إلى هذا القرض، وتفضل انتهاج برنامج إصلاحي مختلف عما طالب به الصندوق من رفع للأعباء الضريبية وخفض لدعم الغذاء والوقود. الحكومة المصرية اقترحت على الصندوق استبدال مشروع القرض المالي باتفاق دعم فني يتمثل بالاستعانة بخبراء دوليين ينصحون القاهرة بالخطوات اللازمة لتنشيط الاستثمار. مصر تدعم القطاع الزراعي بعشرة ملايين دولار. الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد لم تمنع وزارة الزراعة من تخصيص مبلغ مالي لدعم إقامة مشاريع زراعية بحسب وزير الزراعة المصري أيمن أبو حديد. الوزارة ستخصص قروضا لمربي الماشية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، والذي يصل حاليا إلى 50% مع السعي لإيصاله إلى نسبة 75%. العراق يسعى لإنتاج 3,500,000 برميل نفط يوميا في نهاية العام. الكلام لنائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الذي كشف أن إجمالي الطاقة التصديرية سيصل إلى 4 ملايين برميل يوميا مع نهاية الربع الأول من العام المقبل. العراق يخطط لمنافسة السعودية في التصدير النفطي بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا المتنامي واستمالة عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لجذب المشترين. توقعات بنمو الاقتصاد الروسي. أندري كليباتش نائب وزير الاقتصاد الروسي كشف أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث كان بحدود الصفر، وأن النسبة في العام الحالي تأتي من دون توقعات الحكومة. كليباتش اعتبر أن الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة 1.16% مع توقعات نمو بنسبة 1.18%. كما كان متوقعا، تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوياته خلال 4 أعوام مع استمرار الضغوط التضخمية في الانحسار وسط ضعف التعافي الاقتصادي وتباطؤ الطلب المحلي. بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات كشفت أن معدل تضخم أسعار المستهلكين هبط إلى 21.1% على أساس سنوي. حدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن عند 1,278 دولارا و25 سنتا للأونصة. سعر اليوم الأربعاء يأتي ارتفاعا من 1,270 دولارا و50 سنتا في جلسة القطع السابقة. قال خبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك انجلترا المركزي سبنسر ديل ان اقتصاد بريطانيا يتعافى وينمو بمعدل سنوي يراوح بين 3 إلى 4%. ديل اكد ان مستوى الناتج الاقتصادي لا يزال منخفضا 3% عن ذروته قبل الأزمة، وان البنك المركزي ليس على وشك رفع اسعار الفائدة. في الخبر الأخير، مع اقتراب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، استقرت الأسعار العالمية للنفط، وهبط الخام الأمريكي الخفيف 10 سنتات إلى 100 دولار و$1.31 للبرميل. وخيم إغلاق مؤسسات حكومية في البلاد والأزمة المالية على أفاق الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم ما سبب قلقا وإرباكا في الأسواق المالية. الموعد يتجدد مع مزيد من أخبار الاقتصاد في نشرة أخبار اقتصاد سوريا والعراق. عودة إليك يا علا. شكرا لك عبد الله. قالت صحيفة الواشنطن بوست أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجمع قائمات فيها مئات الملايين من عناوين البريد الإلكتروني الشخصي وحسابات الرسائل الفورية في أنحاء العالم، بما فيها عناوين كثير من الأمريكيين.
الولايات المتحدة تتجسس على مئات الملايين من عناوين البريد الإلكتروني الشخصي، هذا ما كشفته وثيقة جديدة ضمن تسريبات الموظف السابق لدى الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن. لم تكتفي واشنطن بخرق خصوصية البريد الإلكتروني لملايين الأشخاص، كثير من حسابات الرسائل الفورية في أنحاء العالم بما فيها عناوين أمريكيين هي تحت رقابة أجهزة وكالة الأمن القومي الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست التي نشرت الوثيقة أشارت إلى أن الوكالة تجمع 250 مليون عنوان بريد إلكتروني سنويا للتجسس. شركات الإنترنت العملاقة تنفي أعطاء الوكالة الأمريكية الإذن بالنفاذ مباشرة إلى خوادمها، ووفق الوثيقة المسربة جمعت الوكالة خلال يوم واحد أكثر من 400 ألف عنوان بريد إلكتروني من خلال شركات ياهو، هوت ميل، فيسبوك وجيميل، إضافة إلى مصادر أخرى غير محددة. 18 موقعا للتحكم في الاتصالات تتبع مباشرة للشركات الكبرى خارج الولايات المتحدة تجمع هذه المعلومات، وتبين أن الجهاز الاستخباراتي يجمعها أثناء دخول المستخدم حسابه الخاص أو عند إرساله رسالة. لا تقتصر القائمات التي تجمعها الوكالة الأمريكية على عنوان البريد الإلكتروني، فهي تضم معلومات شخصية وعائلية إضافة إلى عناوين. ونعود مشاهدينا مجددا إلى مراسلتنا ديما نصيف المتواجدة حاليا في منطقة البويضة في ريف دمشق. يعني ديما، بعد الحسينية والديابية الجيش السوري يحكم سيطرته اليوم على منطقة البويضة، دعينا في صورة ما يجري في هذه المنطقة باعتبارك على الأرض هناك، تفضلي. نعم علا، يعني كنا قد تحدثنا بأن الجيش تمكن من إحكام السيطرة على هذه المنطقة بعد يعني زمن قياسي إن صح التعبير، والجيش يبدو في معاركه الأخيرة خاصة بعد استعادة الذيابية والحسينية أنه يقوم بعمليات سريعة وخاطفة في هذه المناطق ويتمكن من استعادة المبادرة في مناطق وخاصة في جنوب دمشق. طبعا منطقة البويضة الأهمية العسكرية التي تمتلكها بأنها كانت واحدة من معاقل المسلحين في مناطق جنوب دمشق، وأيضا تمكن الجيش من استعادتها بسرعة بعد أن جفف منابع الإمداد في الذيابية والحسينية، وهو أيضا يعني بصدد التوجه إلى منطقة حجيرة وهي منطقة قريبة جدا من منطقة البويضة، وبذلك يستكمل الجيش المربع المهم جدا له والذي ينهي ربما فيه التواجد الكبير للطوق المسلح المتاخم لجنوب دمشق. أيضا يعني الأهمية الاستراتيجية التي تملكها البويضة بأنها كانت هي واحدة من المناطق التي يتم من خلالها استهداف مقام السيدة زينب وإطلاق قذائف الهاون باتجاه المقام وأيضا إلى منطقة السيدة زينب، وبالتالي اليوم تمكن الجيش بإحكام سيطرته على هذه المنطقة من منع القدرة القتالية للمسلحين أو إمكانية استهدافهم لمنطقة السيدة زينب أو ربما حتى للطريق الواصل إلى مناطق جنوب دمشق. بالمقابل طبعا كما نشاهد يعني من هي يعني يستكمل فيها الجيش أيضا المربع الذي يتألف من الحسينية والديابية وكذلك البويضة وأيضا انتهاء بمنطقة حجيرة التي ربما تكون العملية العسكرية المقبلة في هذه المنطقة. طبعا الجيش أبدى أيضا قدرة كبيرة على المناورة وعلى القتال في هذه المناطق، خاصة بأنه تمكن من القيام بعملية عسكرية سريعة وخاطفة في منطقة البويضة، لم تستغرق وقتا طويلا رغم تواجد كبير للمسلحين في هذه المناطق. وأيضا من مكان آخر يبدو أن عمليات الجيش الأخيرة وخاصة في مناطق الديابية والحسينية يعني تؤدي إلى انهيار في معنويات المسلحين، وبالتالي يقومون سريعا بإخلاء المواقع التابعة لهم كما تقول لنا المصادر العسكرية، رغم أنه في بعض الجيوب يقومون بإبداء مقاومة كبيرة لهجمات الجيش. في مكان آخر هناك انسحابات كبيرة بحسب بيانات المعارضة المسلحة أو المسلحين، انسحابات كبيرة إلى مناطق القلمون وكذلك إلى مناطق بعيدة عن الغوطة الشرقية.
نعم، إذا هذه مشاهدينا طبعا كما نسمع الآن أصوات الاشتباكات التي تستمر في هذه المنطقة، في منطقة البويضة، خاصة أن الاشتباكات لا تزال تدور على مداخل المنطقة. طبعا من الفتحات التي متواجدة بين الأبنية لا تزال هناك أيضا عمليات القنص، وبالتالي لا نستطيع أن نقترب بالكاميرا من أجل رصد الاشتباكات التي تدور أيضا في المناطق المحيطة من هذه المنطقة التي نحن نتواجد فيها، وهي عمليا وسط منطقة البويضة جنوب العاصمة دمشق. ديما نصيف مراسلة الميادين كنت معنا مباشرة من البويضة، شكرا جزيلا لك.